ان انا بسم الله الرحمن الرحيم الاول طبعا بهني الدوله وبهني الشعب المصري بالافتتاحات اللي احنا عملناها النهارده، وبشكرك يا كامل وبشكر كل الناس اللي اشتغلت معاك سواء كان داخل الوزاره او الشركات اللي قامت بالجهد الكبير ده. وانا يمكن عايز اقول في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت ان احنا لم نتوقف ابدا على العمل، ويمكن كامل قال ان احنا في 41,000 كيلومتر طرق داخليه بتاعت حياه كريمه. كنت اتمنى ان احنا يعني نبقى نشاور عليها كامل، لان ده موضوع احنا بنتكلم على 1500 قريه. انا عارف قالوا لي 20 دقيقه ومش بنزلش عشان كده، واحنا لما بديك الوقت ما بيكفيش يعني. فالمهم على كل حال اقصد اقول ان ال 41,000 كيلو دول احنا بنتكلم على طرق داخليه داخل القرى كانت حالتها بتبقى صعبه جدا جدا والحركه عليها صعبه جدا جدا، ولكن دي كمان من ضمن الحاجات اللي تم تنفيذها. وان شاء الله برضو باكد تاني مع نفسي ومع الحكومه وللمواطنين ان احنا بنتكلم ان برنامج او مبادره تحيا مصر لبقيه القرى سواء المرحله الثانيه او الثالثه، احنا مصرين رغم الظروف الصعبه جدا اللي بتمر بالمنطقه ان احنا نكمل البرنامج ده ان شاء الله. ودي كلمتنا كدوله لاهلنا في الريف المصري اللي هم ال 3000 قريه وتوابعهم، ان احنا ان شاء الله مستمرين في هذا العمل. لكن يمكن الامور ما تبقاش بنفس المعدلات اللي احنا كنا شغالين بيها، لكن احنا مستمرين في هذا العمل يعني. اللي احنا شفناه النهارده واللي اتعمل ده هو جهد الدوله المصريه وجهد وزاره النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمه، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش طرف ابدا مننا ان احنا يعني نقول ايه ان ده ما كانش ممكن يتعمل. يعني ممكن حد يناقش يقول ال 2 تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجه تانية. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لا ما كنتش اقدر لو كنا احنا بنتكلم على ان احنا نجهز بلدنا اولا لخدمه مواطنيها ثم لخدمه الحركه بتاعت دولة عايزة تنمو لمية 106 مليون دلوقتي ويمكن أكتر. إزاي هنقدر نعمل ده وإحنا الضروريات والأساسيات القديم كان يعني خرج من الخدمة مش كده يا كامل؟ طبعا. والجديد مش موجود خالص. فكان لابد إن إحنا ننفق الإنفاق الكبير قوي ده اللي ممكن يبقى فيه نقاش كبير قوي على ان يعني هل الوقت كان ممكن يبقى اطول من كده. انت قلت مثالين ثلاثه على التكلفه الماليه، ان احنا كان كل وقت بنقعده التكلفه الماليه ممكن بتزيد، مش على قد التكلفه الماليه عشان سعر الدولار اتغير في مصر، لا انا بنتكلم على ان الاسعار العالميه تقريبا اتضاعفت. يعني الحاجه اللي كانت بتيجي ب 2 مليون دولار زي الجرارات اللي اتكلمت عليها بقت ب 4 وشويه. طب انا النهارده لو بجيب 100 جرار في 2 مليون يعني ب 200 مليون في 4 يعني 450 ولا بتاع، مش كده يا كامل؟ ايوه. فانا بس بقول الكلام ده لينا ان احنا ممكن اكون قلت الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه قبل كده كتير، لكن انا باكده ان هي ثوابت في ادارتنا للعمل، ثوابت في ادارتنا لعملنا، انك انت تعمل دوله هذه الدوله قادره على النمو لتجابه حياة الناس في مصر. حياة الناس في مصر انت بتتكلم في 106 مليون عايشين على شريحة صغيرة كانت وبخدماتها، الشريحة صغيرة وخدماتها صعبة، وده تعبير مهذب جدا. ولو النهاردة نتكلم على مش عارف كان ده ممكن يبقى نحطه ولا لا، ان احنا نجيب حال السكة الحديد في مصر سواء كان محطات أو خطوط أو وحدات، احنا بنتكلم على إن القطاع كله أهمل وأهمل. ده مش عيب في اللي قبل مننا، لكن دي كانت ظروف كانت بتمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا
نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا ما نعملهاش؟ ودي ثالث مرة بقولها، ثالث مرة بقولها. اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه، لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى ولا حتى لابنائنا، يمكن اللي بنتكلم على احفادنا مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا. ده احنا يا دوبك كده بنحط الدوله على الخط مش كده يا دكتور؟ الدكتور مصطفى بيقول لي اول الطريق، طب اللي احنا كنا فين يعني؟ اذا كنا اللي احنا بنعمله ده اول الطريق، طب اللي احنا كنا فين؟ هي دي القضيه، ان احنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده على مدى السنين اللي فاتت تصورنا ان هو ده الطبيعي. لا، اللي انتوا كنتوا عايشين فيه ده مش طبيعي خالص، ده اي حاجه، واحنا ما نعرفش كمسؤولين امام الله اللي هيحاسبنا ان احنا نبقى فاهمين حاجه وما نعملهاش عشان خايفين على يعني الناس تبقى تقول يعني ظلمونا وتعبونا لا، احنا نتعب لاجل بكره ونجني لاجل بكره. هقول لكم على حاجه سمعتها كانت لطيفه قوي. لما اتكلمنا على الرئيس السادات يا كامل وقلنا ان ساعه لما عمل اللي عمله ما كانش ساعتها كل خصومه كانوا كسبانين، كل خصومه ايه ساعتها في الوقت دوت، كل الدنيا قطعت مصر، كل الدنيا قطعت مصر. انا متهيألي ان كل 10 سنين بيتكتب له صفحه جديده طبعا عشان يقول له ايه، انت انت هزمت خصومك وانت مش موجود، هزمت يا كامل، هزمت خصومك وانت مش موجود، الله يرحمك، الله يرحمك، وانت مش موجود كل خصومك اللي قالوا واساءوا وانت مش موجود غلبتهم هزمتهم. فمش شرط كل حاجة تبقى الناس يعني تبقى فاهمها بأهمية وقتها والقرار اللي بيتاخد ليه، مش شرط، لكن ساعات ممكن الزمن بعد كده يرد. وفي النهاية كله قبل ده وده في رب عظيم علام حكيم هو اللي هيفصل بين الناس، واحنا كما المسؤولية بتاعت 106 والضيوف اللي موجودين كمان مسؤولية كبيرة قوي، ويا رب ان احنا نقدر نعدي من اليوم دوت في الحساب يعني. بشكرك يا كامل وبشكرك. شكرا يا فندم، اشتغل معاك. شكرا. انا بس لا استنى يا كامل، في عندك اللوحة 99 على 127، 99 على 127 اللي فيها الجداول بتاعه التكلفه الماليه اللي احنا حطيناها لمنتجات جبناها خلال 10 سنين. ايوه، انا يعني قصدت ان انا اجيب الجدول دوت عشان الناس تنتبه معانا ما دام احنا بنتكلم في يا ترى الانفاق اللي احنا بنعمله في منتجات قال لك ان ده تكلفه بالدولار كانت من ضمن اسباب ما نحن فيه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب انا بس عايز اقول لكم بالراحه خالص، بصوا على كل حاجه اتقالت هنا وبصوا على الرقم، اكبر رقم اللي هو ال 45 مليار، وبرضو شوفوا الرقم الرقم بتاع التليفون المحمول والكلام ده، ده سنوي يا كامل، ده سنوي مش 10 سنين، 10 سنين اللي هم 14-24 اللي هو 8.7 مليار جنيه، مش كده يا كامل؟ دولار يا فندم، دولار. واللي بعد منه الادويه بتاعت الطب البشري 23 مليار، والمواد الدوائيه 4 مليار دولار، ولوحات التوزيع بتاعت التحكم الكهربائي 2 مليار دولار.
يا جماعة، يا أهل الصناعة، يا مستثمرين، يا رجال الأعمال، يا اللي شغالين في البنوك، يا اللي شغالين في التجارة والصناعة، يا اللي شغالين في الاستثمار، اللي انتوا قدام منكم ده هي عبارة عن فرص عمل ليكم، لأن كل منتج من ده احنا دفعناه بالدولار عشان نجيب المواد ديت أو المنتجات ديت تتباع في مصر. كل الأرقام ديت لما بتتكلم على إنك بتجيب بتسعة مليار دولار تليفون محمول، بتجيب منتجات أدوية في بعضها يمكن ما تقدرش تعمله، لكن يا ترى كل الأدوية اللي بتجيبها ما تقدرش تعملها؟ إحنا عندنا يعني دي أهم حاجة عندنا، أهم حاجة مش في اللي أنت قلته النهاردة كله يا كامل، وأنا ما قلت لك لو سمحت هات لي الحاجات اللي إحنا اشتريناها كتجارة وصناعة في 10 سنين عشان أوريكم الرقم ده. الناس النهاردة بتستسهل، اللي بتشتغل في التجارة يعني أو في المجال يعني، بدل ما يجيب الكلام دوت ويعمله في مصر ويخش في متاهات مع أرض وتمويل ثم بقى نقل تكنولوجيا من بره في الآخر عشان يطلع المنتج اللي احنا بنتكلم عليه ده، يقول لك يعني أشتريها أسهل. والدولة، وأنا بتكلم وأنا مسؤول، والدولة ما حاولتش تشتغل بجدية وصلابة وصرامة. ويا كامل سلام. صرامة لما تيجي على بند 16 في الجدول الأخير ده، عطور ومزيلات عرق وماء تواليت ب 440 مليون دولار، يعني حاجة كلام مستحرات تجميل تقريبا ب 500 مليون، حقائب يد ب 200 مليون، شوكولاتة تقريبا ب 400 مليون، حتى السيراميك ب 235 مليون. وبتلوموني تقولي لي الدولار غيري ليه؟ الدولار غيري ليه؟ حد يبعت؟ ما بقولش ان احنا طبعا نقفل البلد يعني عشان الناس ما تفهمش غلط يا كامل يعني، لكن انا بقول دي انا في تقديري. طيب ورق الفويل ب 500 مليون؟ ايوه. ها؟ ب 500 مليون؟ الورق الفويل ما بنعملوش. طيب الجبنه بمليار و100 بمليار و200؟ ايوه يا فندم. الجبن بمليار و200، ونقول للناس فين مش عارفين نعمل مصانع ننتج الحاجات اللي الناس عايزاها. ده كلام كده يعني بقوله لكم عشان تعرفوا ان الحلول معانا مش معاينا ولا حتى مع الفريق كامل. احنا كمصريين كرجال اعمال اللي مكتوب ده كله هو عباره عن فرصه عمل لحضرتك انك تنتج الكلام ده لمصر، تبيعه ويبقى ناس بتشتغل ويبقى في ناتج محلي ويمكن يبقى فيها شويه ضرائب للدوله. يا ترى ده اسلم ولا جيبها من بره؟ احنا هنا ما جبناش العربيات ولا جبناها؟ ده رقم كام؟ هنا في بند 25 مليار دولار، مش كده يا كامل؟ ايوه فن. يعني معقول مش قادرين نجيب نخلي شركات السيارات تنتج سيارات عندنا تكفي طلبنا في مصر ونروح نستورد سيارات؟ طب نستورد برضه بس نسبة مش كله. أنا حبيت بس أقول النقطة ديت، إذا كنتوا عايزين تتجاوزوا التحدي بتاع الدولار لازم هذه المنتجات أو نسبة كبيرة جدا منها يتم إيه؟ تصنيعها في مصر إن شاء الله. وده أمر مش سهل. إن شاء الله. وده أمر مش سهل، وإحنا مدعمين الحكومة بكل الدعم حتى تخرج هذه المنتجات أو جزء منها في أقرب فرصة ليه؟ في حاجات كتير غير كده كمان، لكن أنا بس حبيت أشاور لكم على حاجات أنتوا لما تسمعوها تقولوا يا
بقى احنا بنجيب عطور وحاجات من هذا القبيل ومش قادرين نعمل في مصر حاجه زي كده ب 450 مليون، مش عارفين نعمل نجيب ب 400 مليون جنيه مصانع تعمل شوكولاته للناس ومال، اي حاجه موجوده للناس ومال بس نعملها. مره ثانيه بشكرك كامل، شكرا يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين، وعايزين بقى خلال المرحله اللي احنا موجودين فيها دي نستمر يا دكتور مصطفى في الشغل اللي احنا عملناه، وكنا يعني اجلناه شويه افتتاحه، لا نفتتح بقى الكلام اللي احنا بنعمله. شكرا جزيلا.